دراري السلام عليكم، معكم بايكر او زد في نوفيل فيديو. اليوم عندنا هذا الكوب موتور سي بي 3 ديال ام تي 09. هذا الكارتر هذا ديالو تهرس من هنايا، ها هو مع تحت هذا لاموطو تفروطه سي بون غادي يتبدل هو ولا بومب. ها هو، ها هي الكارتر، ها هو والجوان ضروري ومؤكد، والستاتور ديالو ها هو هذا سي بون. جوان ضروري يكون جديد، يعني باش ايفيتي هذوك المشاكل نتاع الزيت تسيل وتبقى تكثر وشي حاجه. واحد القضيه اللي بغيت نهضر عليها هو هاد الفلتاج هذا، يعني ملي كتحل كيهبط لك واحد شويه ديال الزيت وكيدخل هنايا. انسان كيركب وما كيسوفليش هاد البلايص، كيدخل هذاك البولون هنايا مع الزيار كيخرج لك الفلتاج، ولا يقدر كاع يطردق لك من هنايا الجروب. يعني باش ايفيتي هاد الشيء هذا ضروري خصك تسوفلي هنايا باش تخرج هذيك الزيت، عاد تركب البولون ديالك هنايا والزيه داك الساعات وغير العقل كيف ما ديما. يعني وهاد الجروب هذا يعني راه الا طرطق هنايا في هاد البلاصه هنايا راه صعيب باش يتصلح، وما كاينش اللي يصلحوا لك هنايا في البلاد على حقاش، ناقصين الماتريال. يلا بسم الله على بركه الله. الموتور هو دا مونتي، الكارتير هو دا جديد، لا بومب هي هي، المهم الراشونج هو هدا، الله يسخر المولى.